كيف الرسول صلى الله عليه وسلم كزوج؟ لو ناخذ نموذج في 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 قصة غضب دكتور وفي قصة محبة وأنس للرسول. في قصة غضب ترك البيت وهو اللي طلع. لأنه لو ظل وجهه صلى الله عليه وسلم بوجوه نسائه بصير طلاق. فأول ما صارت مشكلة قال لهم السلام عليكم. تركهم. وراح الجامع سكن 29 يوم وتسع نساء. 29 يوم تركهم راح الجامع صلى الله عليه وسلم. اللهم السبب حتى ما تكبر المشكلة. ولذلك ربنا قال للرجل لا تخرجوهن من بيوتهن، حصلت مشكله بينه وبين زوجتي اطلع انت، لا تخرجن من بيوتهن ولا يخرجن. مش اول ما طق الكوز بالجره خدتي شنطتك رحت عند اهلك، لانه هذا بيكبر المشكله. صح. لانه الاخ شاف اخته، انا بجيب لك حقك، انا بدعسك على راسه، شو هذا؟ كبرنا المشكله. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج، خليك في بيتك. الرجل بسحب عليه وبطلع حتى يحن واحد الاخر. هذه اداب خلافي دكتور. طبعا حكما شرعيا، بدي احكي حكم شرعي يمكن الناس اول مره بسمعوه. اذا حصلت الطلقه الاولى او الثانيه يجب وجوبا شرعيا على المراه ان تتبرج وان تتزين في بيتها لزوجها. اوف. يجب على المراه اللي طلقها زوجها طلقه اولى وطلقه ثانيه تظل في البيت وتتمكيج وتعمل سشوار وتلبس على 24 قراط. النسوان بيسووا هيك؟ نعم. ما بيعملوش هيك. النسوان اليوم على اقل شغله تسحب عليها تروح عند اهلها. معناته مش دوارة عيشة، معناته في خربطة وخلل بفهم المرأة وفهم الرجل. طبعا ستاتنا اليوم راح يقولوا محمد نوح ضدنا، لا أنا مش ضدك يا أختي، أنا بس بدي أدلك كيف تعيش مع زوجك. لأن نساءنا اليوم عدمنا الثقافة الدينية، ما عرفوش شو حقهم بالدين، ورجالنا اليوم أمام مجتمع منفتح، فحصل الانفتاح مع عدم معرفة الدين. ديش أقول جهالة، انفتاح وعدم المعرفة. إذا التقى الانفتاح مع عدم المعرفة ضاعت الأسرة. يا سلام يا سلام. النبي ستنا عائشة بتوصف النبي عليه الصلاة والسلام، كانت تقول ستنا عائشة كان رسول الله في حاجة أهله، يخدم في البيت يكون في حاجة أهله وأكثر من حاجة أهله. شوف الكلمة هاي، يلاعبنا ونلاعبه. شو هي يلاعبنا ونلاعب. ونلاعبه. أتحدى اليوم زوج وزوجي يسمعون بتقول لك أنا بلعب، أنا وزوجتي بنلعب كرة قدم ولا بنلعب ريشة ولا بنلعب طائرة ولا بنطلع نركض مع بعض. ما فيش. لأن المرأة فهمت أن دورها الطبيخة والنفيخ، وأن الرجل فهم دوره أنه شيشة وشد ولعب مباراة كرة قدم، هو هيك فهم. يلاعبنا ونلاعبه. لمتى يا عائشة؟ حتى إذا نادى المنادي قال الله أكبر، فكأننا لا نعرفه ولا يعرفنا. إجت حصة ربنا الآن وخلصنا حصة البيت. يا الله. هاي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام.